أهلا بكم في هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد، في هذه الحلقة الأخيرة لهذا العام. في هذه الحلقة سنتناول جملة من المسائل، أبرزها موضوع الدولار والصرافين. كمل هيك الزميل هادي الأمين معي من الأول لنستطلع منه شو كانت نتائج جولة وحدة التحقيقات الاستقصائية على الصرافين وعلى الجهات المفروض تكون فيها معنية بمراقبة عمل الصرافين. وبالفقرة الثانية راح نتابع فضيحة تسجيلات رئيس بلدية العقيبة وطربوش اللواء، وحتى الآن خلينا نستخدم بالحد الأدنى تعبير سكوت القضاء. القضاء عامل حاله ما معه خبر ومش معني بالملف، يعني حيكون معنا المحامي رئيس بلدية العقيبة، وأيضا سيكون معنا شرب البواري، الشخص يلي قال بأنه رئيس بلدية العقيبة أخذ منه 150 ألف دولار ليدفعهم للواء عثمان ثمن رخصة الخيمة، واللي هو مقدم يعني شكوى فيه عند فرع المعلومات من زمان. بالفقرة الثالثة كمفروض تكون معنا زميل ليال بو موسى لنستعرض موضوع الثروة العقارية والتجارية لأعضاء مجلس مئة الأعمار، ولكن بسبب ضيق الوقت يعني حسبنا خشية الأمانة حيكون وقت كتير ضيق، وكرمال هيك حيكون عندنا فقرة مرفقية نستعرض من خلالها التصريح الأخير للوزير السابق علي حسن خليل، والذي ادعى فيه على منصة كلوب هاوس، والذي ادعى فيه من أنه هو حتى بريء من مسؤولية الإهمال، ورح نشوف إذا كانت الوثائق تؤكد أو تنفي كلامه. عموما البداية إذن مع ملف دولار الصرافين، بعتقد هذا ملف بهم كتير مواطنين. لنشوف أصلا يعني شو هو هذا الملف، وهل في فعلا مساعي من الجهات المعنية للجم ارتفاع الدولار بالإمكانيات المتاحة. مش عم بحكي بموضوع العرض والطلب، يعني بإمكانيات إنه نحس بأنه هالصرافين عم يشتغلوا وفق آليات إنه في دولة، لأنه بالآخر في سؤال بيطرح نفسه إنه ليش الصرافين، خلينا نبلش من هالسؤال هذي، إنه ليش الصرافين أو حتى أي مواطن بده يصدق منصة ما معروف من وراها، أوكي، وما بده يصدق مثلا منصة صيرفة. هلا له حق بمحل معين انه في حدا اللي ورا منصة صيرفة هو حدا كان من زمان يقول له الليرة بخير وطلعت مش بخير، اوكي، بس برضه ليش بده يصدق حدا ما معروف من هو؟ مساء الخير رياض. هلا يعني صار 27 و100 هلا الدولار، ايه هلا عم شوفه يعني قالوا بده ينزل، ما شكله ينزل ان شاء الله بعد الحلقه نساعد انه ينزل الدولار. مو على اساس وقف علينا. لا لازم، انا متامل استاذ رياض. شو متامل؟ لانه هاي الاجهزه والقضائيه والامنيه والسلطه والوزارات المعنيه ما بتمشي الا بالهز، بدنا نهزهم نحن من اليوم ونشوف وين بدهم يوصلوا. اطلع نشوف موضوع الدولار رياض مثل ما ذكرت يعني كل اللبنانيين حاليا كل ما عم يلعبوا بالدولار عم يلعبوا بمدخرات اللبنانيين. كل يوم عم نخسر من رواتبنا اللبناني، عم يعني راحت القيمة الشرائية لرواتب اللبنانيين، وما في إجراءات ملموسة، وشايفين أنه ما في دولة، يعني ما حاسين أنه في أجهزة رقابية، في أجهزة أمنية، في قضاء عم يتحرك. لذلك قررنا يعني نشغل كاميراتنا السرية ونتجه عند الصرافين اللي بمرحلة سابقة صار في حملات عليهم، سمعنا على الإعلام توقف عدد منهم وانطفى الملف كليا، يعني رجعت الفوضى عارمة أكثر مما كانت عليه قبل الحملة اللي انعملت. خلينا نشوف أول تقرير رياض، جملة من تصاريح بعض ما تيسر من تصاريح السياسيين عن لجم سعر صرف الدولار. ابتداء من اليوم، ولكن حقيقة هو ما بين الابتداء من الترين، لتحت الـ 4000 ليرة للدولار وصولا لـ 3200، وهذا الأمر سوف يحصل، والإجراءات تم الاتفاق عليها بجلسة مجلس الوزراء اللي حصلت صباح اليوم. نحن عارفين اليوم لبنان سوق حر، ولكن كمان هالمنصات اللي عم تنخفض وتعطي أسعار عم تكون ما عم نعرف شو غايتها، حتى ما اتعمل أي اتهام، أكثر فأكثر عم بضيق الهامش بين هذه المنصات وصيرفها. وبعتقد إنه حنوصل لمرحلة لما نبلش نعرف
حتكون عندنا الخطه الكامله والتعافي، منصه صرفه هي حتكون اكثر اعتمادا في المستقبل. يطالب المكتب السياسي الاجهزه المعنيه بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهه التي تدير عمليات تسعير وهمية للدولار. واحد صيرة في فرد نهار مجمع 23 مليون دولار، 23 من فرد صيرة في واحد متحكم بقسم من السوق، فكيف إذا اجتمعوا كل الصيرة؟ هنا تكمن حقيقة خطة التلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية. الأسعار تحدد، الشراء السعر على 2000، وهذا الموضوع بعده تحت التجربة. نطلب انه ما بقى يجوز ما يكون سعر صرف الدولار هو السعر الحقيقي، هو السعر المضبوط، ونكون معتمدين عدة أسعار لصرف الدولار وفقا لسياسات بنوضعها. كما حركة السوق السوداء كليا بتعهد شديد من قبل معالي وزير الداخلية. راح يصير فيه من خلال تعاطي على منصة صيرفة. ما عاد بقى بيع الدولار يعني بس بيع، يكون في بيع وشري يعني سوق. هيدا السعر اللي في حده كمية عم بتعبر عن السعر. هوديك عم بحطوا سعر، ما بحطوا شو الكمية التداول عليه. مثل ما سمعنا رياض، يعني حاكم مصرف لبنان عمل منصة صيرفة، وهلأ مؤخرا من يومين عمل التعميم الأخير اللي صار بيضخ فيه دولار بالسوق، ولكن وكان عم يعول الحاكم مثل ما سمعناه بمقابلة تلفزيونية أنه هذا بالمنطق ضخ الدولار للمودعين بالسوق ويعطي الناس دولار على سعر صيرفة قد يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار، ولكن هذا الأمر لن يحصل، وهذا يعني التجربة أثبتت هيك، إذا لم يترافق مع إجراءات تتخذها السلطات المعنية من أجهزة أمنية والقضاء اللبناني والوزارات المعنية. لذلك نحن الكاميرا السرية فريق وحدة التحقيقات الاستقصائية عمل جولة على نحو 40 صراف على مختلف الأراضي اللبنانية. بس خلينا نوضح شغلة هذه، نحن نزلنا مش إنه أحسن ما حدا يجي إنه يعني نزلتوا صرفتوا عن صرافين، ما كلنا بنعرف نزلوا صرفوا عن صرافين. في مفروض هن عمليات تتسجل، مفروض في تعميم هلا حنشوفه حنستعرضه بنظم عمليات الصيرفي، هو التعميم المتعلق بالمنصة الإلكترونية اللي حطها مصرف لبنان. بيفرض أقل على الصرافين المرخصين من قبل المصرف المركزي بالالتزام بهيدي التعميم، يعني في شروط واضحة وصريحة حنتطرق لها، هي يعني أبرزها إنه يسجلوا عمليات البيع والشراء، ياخذ هوية الزبون اللي عم يبيعه او يشتري منه، يكون عنده لوحة عليها سعر المنصة، يسجل كل العمليات على المنصة ويبعثها لمصرف لبنان، يحدد السعر من صباح كل النهار، ممكن يتعدل السعر، هلا حنشوف تفاصيلهم، ولكن الواضح انه كل الصرافين في يعني بعد التجربة ما نفد ولا واحد من الـ40 اللي عملناهم ما بيصرف على سعر السوق السوداء. خلينا نشوف هالتقرير جولة سريعة، نحن هون ما عم نحط أسماء الصرافين لأنه الكل يعني ما قدرنا نجول على الكل، ما حنحط أسماءهم، حنفرجي عينة عن سعر الصرف اللي عم يتداولوا قبل ما نشوف المخالفات اللي عم يرتكبوا. يعني احنا غطينا وجوههم كلياتهم لأنه يعني لا ممكن يكونوا موظفين اللي بالمحلات مش أصحاب المحلات، هو أحد اثنين واثنين، لأنه يعني الكل نحن نعرف الكل عم بيخالفوا، مش مستهدفين أشخاص، نحن عملنا جولة من الجنوب لبقاع، بيروت، طرابلس، الجبل، وبعتقد تغطي يعني تغطى كل لبنان بجولة. خلينا نشوف، خلينا نشوف التقرير. يعطيك العافية. قدام صرف الدولار نصرفها يعني ما في شيء محدد منصة محددة قدام السوق 26 الشباب برا عم صرفوا 26 و 100.
يلا صرفوا 26% قد ايه هلا الدولار؟ هلا على 26.4 26 مرحبا كيفك عمي؟ قديل مية؟ معاك؟ ايه 26.5 قديل مية؟ ايه 27 يعطيك العافية على الدعم بتصرف 28 قد على الدعم 27.5 على الدعم بتصرف 22.5 ايه على الدعم 27.700 100 قديش 27.5 مثل ما شفنا رياض، يعني الواضح انه معظم او اغلب الصرافين عم يعتمدوا المنصات الغير شرعية اللي هي موجودة على هواتف ليرا ريت وقدات دولار وغيرها، كل حدا عم يعتمد وحدة، واللي شغالين وهلأ حنضطر لهم خلال الحلقة نشوف امكانية توقيفهم، شو عملت الدولة لحتى تحاول توقف هاي الابليكيشن، وشو الآلية اللي لازم تعتمدها الدولة لو عن جد بدها تشتغل بشكل صحيح. بس خليني نشوف نطلع على الLVO اللي هو رقم 4 شباب، هيدا قرار رقم 13236 الصادر عن حاكم مصرف لبنان اللي بينظم في عملية المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة. بيقول بالمادة الأولى وقفوا لنا إياه بعد وقفوا أول صفحة لو سمحتوا. بيقول الحاكم على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي: أولا، الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الإلكتروني صيرفة. 1. 2. تخصيص لوحة أو عدة لوحات إلكترونية للعمل من داخل مراكزها الرئيسي ووضع الأسعار عليها. 3. تحديد وإدخال عبر تطبيق صيرفة السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الأمريكي، وذلك قبل الساعة 9 صباحا من كل يوم عمل. منكفي الورقة اللي بعدها لو سمحتوا. هول كان واضح انه كل الصرافين ما التزموا بهاي المعايير. منوقف هون شباب. عند اجراء اي عملية شراء او بيع دولار امريكي ادخاله فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن عملية وتثبيتها عبر تطبيق صيرفة. بحول لازم المعلومات تتضمن من هوية الزبون، شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة. 5. الامتناع عن اجراء اي عملية شراء او بيع للدولار الامريكي دون ادخالها على التطبيق. وهذا اللي كان واضح انه الصرافين رياض ولا واحد صرفنا عنده اخذ هوية اللي بعتينه يصرف، يعني ما اخذ لا اسمه لا هويته. هذا مؤشر واضح انه هيدي البند وضح. بس هو صرافين معتمدين، هو صرافين شرعيين لفتنا لعندهم مرخصين من مصر لبنان وحاطين قرمتهم وشيكناهم اصلا على اللوائح بالجريدة الرسمية وقت تأسيسهم. يعني نرجع للLVO كمان المادة الثانية من هذا التعميم اللي بتقول انه عمليات البيع والشراء لا يجب ان لا تتجاوز النسبة فيها 1%، يعني بين اي عملية بيع واي عملية شراء نسبة الارباح الفرق لازم يكون 1%. يعني اذا 100 دولار عم تصرف هو دولار ما يعادل 27,000، لاحظنا باغلب الهول عم يعني في 500 ليرة فرق اللي هي بتطلع فوق 50,000، فكمان 1% اللي فرضها مصرف لبنان مش ملتزمين فيها. وبالمادة الثالثة تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة بأحكام هذا القرار. هي
دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف هي الجهة المعنية بملاحقة الصرافين. وهلا حنشوف بالمواجهة مع أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف شو كان ردهم، شو الشغل اللي اشتغلوه من أول الأزمة لهلا، مين الصرافين اللي دقوا فيهم إذا بدك أو وقفوا لهم رخصهم أو حاسبوهم. ولهلا ما إجينا ولا جواب عن حدا تم يعني ملاحقته بهذا الموضوع. في شيء تاني رياض بالموضوع، كانوا الصرافين موضوع عملة $100 اللي هي قديمة، يعني كانت اللي قبل 2006 وأغلبهم اللي هي سنة 96. طلع يعني إشاعة بالبلد أنه هايدي ما بياخدوها شركات الشحن وما عم يقبلوها برا، وبالتالي صاروا الصرافين حتى الشرعيين المعتمدين اللي ملزمين بتعميم مصرف لبنان باستبدالها يعني عبر أخذ نسبة مئوية منها مثل عمولة على $100 أنه قديمة. وهيدا كمان ترافق مع بعده بيان من السفارة الأمريكية اللي أكدت فيه أنه جميع العمولات بالدولار ماشي كله وراء النقدية ماشي من سنة 1914. بعد بيان السفارة الأمريكية وبعد البلبلة وبعد التريح وبيان مصرف لبنان اللي تأخر لبعد بيان السفارة، كمان هاي الجولة اللي كانت صارت بعد هذا الشيء. خلينا نشوف شو قد ايه عدد الصرافين اللي ما التزموا هول يعني فوق الدكه. نحن وقت بتذكر الرحله كنا اول ما عم بلي باول نهار قام طلع التعميم تبع السفاره، كملنا شوف شو بيجاوبوهم للعالم، شو بيجاوبوهم للعالم وبقيوا ياخذوا نسبه 2% يعني ل5%. بس صراحه يعني الواحد يحكي الامور مثل ما هي. خلينا نشوف. على قد ايه عم بتصرف هاي؟ على قد ايه؟ ما بتصرفها؟ يعطيك العافية، بصرف $100 $100 بدي صرف $100. كيف؟ القديمة يعني بتصير 98. هاي عليها $2 صح؟ إذا أخذتها من البنك بتدفع. مو أنا أخذتها؟ لا مش إذا عمموها على الكل يعني ما بياخذوها بس بنقصوا منها دولارين معلم. $10 الو ليه؟ هيدا $2 ليه طلعت $2؟ شو تعميم انه صح في تعميم وامريكا عامه من تساوي تعميم واللي بياخذهم هو بيبلش انه ما ياخذ لنا مصاري. السلام عليكم. عم تاخذوا شيء من هي قديمه؟ اي والله العظيم شيء بكاع يا جماعه. ليه يا طيب؟ الناس ما عم تاخذها. على فكرة يسجل لبنان انه اكتر دولة اهانت العملة الدولار، يعني ما حدا تجاسر على الولايات المتحدة مثل ما عملوا اللبنانيين، عملوا الدولار لولار وحتى الدولار صار في شيء، يعني ما حدا عمل ما حدا اهانوا للدولار مثل اللبنانيين. هلا عن قصد مش عن قصد ما في شعب انهان مثل ما عم ننهان نحن. ايه بعرف بس يعني كمان بطريقنا روحوا مرمطوا للدولار. ايه الدولار فقد هيبته بلبنان. واضح يعني هاي المخالفات. هلا انا بدي اتوجه بداية للمدعي العام المالي علي ابراهيم، هاي قبل ما نبلش بالمواجهات مع نقيب الصرافين ومع لجنة الرقابة على المصارف ونسمع شو قالوا للمدعي العام المالي علي إبراهيم. عنا 40 فيديو هلأ ما حطينا أسماءهم،
اذا بتحب تتحرك وبدك نزيد لك يوهن منزيدهم، يعني ما عندنا لا شغله ولا عامله الا نلاحق هموم الناس. بس هون بس هون هادي سوري عم بقطشك، بس خلينا بس نقول ليش عم تخاطبوا، نوثق المخالفات اللي عم نحكي عنها. لا طلبوا هويه، لا سجلوا عمليات، وما عم يمشوا بمنصه صرف اللي بديهيه هيدي، وما عم بيقبلوا ال $100 مش انه عم بيشوفها لقيها مخزقه، لا لا ما عم بيقبل فيها بالمنصه طالما قديمه خلص عم يطلع على بيان عن السفاره الامريكيه. ما ما بيقول له اذا لاحظت بالفيديو بيقول له عمموها وطلع قانون يعني تطلعين قانون بين بعض وموزعينه على بعض. فبالتالي المخالفات بموضوع التعميم الأساسي رقم 13236 اللي صادر عن حاكم مصرف لبنان اللي هو ملزم للصرافين والمصارف، هول الصرافين بلبنان ما عم يلتزموا فيه. إذا بدنا نقول أنه سعر الصرف بده دولار، يعني ينضخ دولار بالسوق ليتنزل، أنه الحل الوحيد للعالم بتعرفه، ولكن في اجراءات اقله ما نحس انها عم تتاخذ، ما نحس انه في نيابه عامه ماليه، في وزاره مال، وهلا بعد شوي حنحكي عن دور وزاره المال، في وزاره الداخليه، ما بعرف الاجهزه الامنيه شو عم تعمل، يعني امن الدوله ما بعرف هلا بهالفتره، يعني لا شفنا حاله مثل زياد عيتاني فاتوا فيها جديده، يعني عملوا شيء بعد المرفع، حركوا حالكم بملف، يعني عناصر كانوا عم يشتغلوا عم خطط البنزين مرق فتره يمرقوا السيارات اللي بدهم اياها، هلا بتحسهم واقفين حد الصرافين، حتى الاجهزه الثانيه، يعني فرع المعلومات، قوى الامن الداخلي، الامن العام، انه في اجهزه بالبلد هلا منقدر مخابرات الجيش والجيش، يعني كل الاجهزه الامنيه والعسكريه اكيد بنتعاطف وبنعرف الوجع تبع العناصر اللي له علاقه برواتبهم واوضاعهم المعيشيه، ولكن جزء اساسي من الكارثه اللي عايشينها نحن هو الصرافين اللي بالسوق السوداء والسوق البيضاء اذا بدنا نقول، ويعني اللي مشغلينهم من الطبقه السياسيه. والواضح رياض انه الأجهزة بنعرف نحن تقسيمها، وهلأ كمان حنقسمهم، يعني رئيس لجنة الرقابة على المصارف رئيستها قريبة للطيار الوطني الحر، وزير المال لرئيس بري، الأجهزة الأمنية موزعة على كل الأحزاب، الواضح ولا جهاز تابع لأي حزب مقرر يعني يحمي الليرة أو يحمي معاشات اللبنانيين. واضح كل الطبقة السياسية، كل الأحزاب السياسية عايشة مرتاحة على وضعها، عم تهرب مصرياتها وعم تتاجر بهذا البنش مارك، لأنه طلع ونزل طلع ونزل وفي فرق على مليارات الليرات. بدي أرجع اللي أنت عدتهم الأساس يسجلوا على المنصة أي عملية، لأنه قبل ما نسمع المواجهة مع نائب الصرافين اللي بعدني لهلأ ناطر اتصاله، يعني ما بعرف إذا قرر هلأ حندقله حيسمعوا المشاهدين. تسجيل على المنصة، وضع لوحات بالأسعار، التزام بصيرفي وأخذ هوية العميل اللي عم يجي يتعامل مع الصرافين، وهامش بده يكون 1% وحكما ممنوع ياخذ عمولة على $100 القديمة. كل هاي المخالفات موثقة. اتصلنا بنائب الصرافين الجديد اللي هو توني مارون، خلينا نسمع المواجهة معه للسيد توني. يلا ألو. مرحبا أستاذ توني. أهلا، كيفك؟ هادي الأمين معك تلفزيون جديد، حكيتك مبارح. إيه هادي، كيف صحتك؟ تمام. بدي أسألك، أنا عم نعمل جولة نحن على الصرافين، أنتو يفترض الصرافين يسجلوا على منصة صيرفة صح؟ يعني كل العمليات الصيرفة اللي بتقوموا فيها لازم تتسجل؟ حسب تعميم مصرف لبنان لازم نسجل، يعني انا بس اذا بدك شي نهار قال يا خيي تعال بكره لعندي خد معي المقابله اذا بدك وبحكي لك. انا لانه تعال عندي على المكتب عطني كويني. اوكي، معك كويني بشارع سلاف. انا لانه يا استاذ توني، انا لانه خليني استفسر منك على التليفون، لانه عندي حلقه اليوم بدنا ناخذ منك توضيح، لانه عملنا جوله على الصرافين في عده مخالفات. انت عم تقول يفترض يسجلوا على المنصه كل عمليه صيرفي، يعني اذا انا فتت صرفت عنده $100 يفترض يسجلها صح؟ وياخد اسمي حسب تعميم مصرف لبناني بده ياخد تذكرته وبده يسجلها على المنصة. طيب أكيد. هاي نقطة. السعر اللي لازم تشتغلوا فيه هو مش سعر منصة صيرفة اللي بتسجلوه على صيرفة؟ يا خي هو السعر اللي لازم نعتبره هو سعر المنصة. اوكي، لك كيف أما المواطن اما المواطن يا خي ما عم يلتزم بسعر المنصه، يعني ولا عم يقبل بسعر كيف المنصه. يعني ما عم يلتزم المواطن؟ شو هو عم يفرض المواطن؟ يا خي لحظه، يعني انا لما بفوت عند صراف استاذ توني وبيقول لي وبيقول لي استغرب علي شوي اليوم اضطرت هادي ليك عندي
لا يا استرسوني يا استرسوني يا امبارح قلت لي مشغول معلش يهمني سؤالين للراي العام يعني واذا بتحب يعني في اسئله بس بدك على الساعه 6 ونص انا خيو بحكي معك تطلع معنا بالحلقه بالليل فينا نتصل فيك بالليل بالحلقه تحضر الفيديوهات اللي موثقينا نحن الله صرفين وتعلق عليها يا خي احكيني احكيني بدي احكيك بدي احدد بدي اتفق انا وياك خلي فريق العمل يحكوك اذا بدك تطلع معنا بالنشره لنشوف اذا زوم او بنبعث لك كاميرا بدي اطلع لايف ولا بدي اطلع على التليفون بدك على التليفون بدك لايف معنا مشكل لانه الموضوع وضع البلد يعني مرهون بهي المخالفات اللي عم تتم من قبل الصرافين بدك تلحق التطبيقات والتطبيقات احنا شو فينا نعمل ليش انتوا عم تعتمدوا التطبيقات يا استاذ توني يا استاذ توني انت هلا عم تدافع عن شيء انا عم اقول لك في مخالفات يعني انا بنزل انا وياك هلا بنصرف 1000 دولار ما بيسجلها مش الصراف المرخص اللي عم بيخالف لا عزيزي يا استاذ توني والاجهزه والسلطات المالية كلها بتعرف مين اللي عم بيخالف استاذ توني انا ما بيقول مين عم بيخالف أنا عم بحكيك عن الصرافين المرخصين محلات الصيرفة المرخصة من قبل مصرف لبنان عم نفوت لعندها كل العالم عم نفوت تظهر ولا أي شخص بخالف طب إذا عمي شو ولا أي شخص عم قل لك عندي أكثر من 40 فيديو لصرافين كلهم مخالفين تعميم مصرف لبنان كل الصرافين يعني كلهم يعني كلهم إذا بدك يعني مين هو اللي عم يصرف على المنصة على 21 و 22 ألف أنت عم تصرف على 22 ألف و 21 ألف استاذ توني لك مش عارف في عندي شي 6000 زلمه طيب. برجع بحكيك طيب يلا بانتظارك انا بحكيك وبوضح لك يلا اتكلنا على الله يلا اوكي 6000 اذا كل واحد جاي يصرف من عنده 100 دولار على 6000 اذا عنده 6000 زلمه قبل ما نتوقف على هول بدي اوضح انا قلت انه رئيس لجنه الرقابه هي مقربه من الوزير جبران باسيل هي مفوض الحكومه لدى مصر اللبنانيه المقربه لجنه الرقابه شو اسمها مش لجنه الرقابه هي مايا دبغ اوكي طيب سمعناه للسيد توني اول شيء عم يحمل المواطن والمواطن اللي عم يمشي على الابلكيشن مش الصرافين يعني بدايه بعدين انه عم يدافع عن الصرافين ما بعرف اذا حضر الفيديوهات واذا بحب السيد توني ياخذ اجراءات لانه كمان حتى هو ما جاوب على السؤال حضرتك عم تصرف على 22000 على صيرفه انا عم فكر استاذ رياض بدي اقول له هلا مره ثانيه بدي اقول له انه قال لي عشت لي استاذ الله يرضى عليك اوكي بس بدي اقول استاذنا بامرك انا والله بس ما بقى لي استاذ اللي بدك اياه لانه سيد توني قال لي عنده 6000 شخص معقول يكون خلص صرف اليوم ولا بعده بس هو ليك انا هذه يعني السؤال اللي مش عم بقدر عليه لا اجاوب الا غير انه هول جماعه عندهم دفترين في دفتر بيسجلوا عليه العمليات يلي هو بيعطينا النتيجة موقع lira.org مثلا او دوت مدي شو اسمه هذا او مواقع تانية وفي اللي بيسجلوا على اللي بيسجلوا على منصة صيرفة ايه لانه هو لانه يعني هذا الموقع اللي بيعطينا هذا المؤشر اول شيء ليش هني بيصدقوا ما بيصدقوا الموقع التاني ما هو بيقول لك المواطنين هني ما عم يلتزموا هني رياض لهم مصلحه شو يعملوا هو عم يعمل عمليه بعتنا حدا نحن صرف 1000 دولار اوكي عم يصرفوا على 27000 ما عم ياخذ لا هويته ولا عم يسجل ولا عم يعطي وصل هيداك بس اللي بيسجل بفوت بسجل ال1000 دولار ما بعرف كيف عم يسجلوها وعاي اسماء هن باعوها بيسجلها على 22000 الفرق طبعا مين عم ياخذ بيسجلها على 22000 ما هو هون بكما طبعا اذا عم يسجل ولا لا بس فعليا 22000 هي لانه عم يسجلها بدفتر تاني يعني مثل سيستم الدفتر سجلها بدفتر وهو بس مش عم يصرح عنه عمليات الدولار لما بتطلع وبتنزل مش عم تتأثر بالمية وميتين اللي عم يصرفوها المواطنين في عمليات أصلا كاملة عم بتصير وعم نسمع فيها يعني مع غرف يعني في غرف وأماكن ما بتتخيل انه يكون فيها مطارح صيرفة بس, بس هيدا مش الصرافة القانونية بس برضو مع ذلك هو هلأ أحلى ما حدا يقلنا انه انتو نحن عم نلاحق الصرافين الشرعيين اللي عم يتاجر بالأسود ومنه مرخص هو حكما مخالف يعني حكما لازم الأجهزة الأمنية توقف هاي العمليات كلها ولكن المرخص وعم يخالف القانون وعم يساهم بارتفاع سعر الصرف ونهب مدخرات اللبنانيين هذا اللي على المصرف المركزي ولجنة الرقابة والأجهزة الأمنية والقضائية يلاحقوهن
ما رد علينا الأستاذ توني؟ ما رد الأستاذ توني. على كل حال يعني في 40 فيديو، إذا أنت عم تدافع عن صرافين يمكن شغلتك كنائب صرافين تدافع، ولكن حضرتك ما قدرت تجاوب إذا أنت عم تسجل كل العمليات اللي عم تعملها على منصة صيرفة، وثبتنا نحن لحدود 40 صراف أنهم غير ملتزمين بتعميم مصرف لبنان. إذا في نقابة بهمة تحمي هيدي المهنة لازم تتحرك، إذا في لجنة رقابة على المصارف، إذا في أجهزة أمنية فعليا بدها تشتغل لازم تتحرك. هيك لنشوف لجنة الرقابة على لجنة المصارف. الرقابة على المصارف اللي هي شغلتها بحسب تعميم مصرف لبنان متابعته. خلينا نسمع الاتصال مع عضو اللجنة كامل وزني. اوكي. مرحبا. أهلا أستاذ كامل وزني صح؟ أيوه. معك هادي الأمين تلفزيون الجديد. كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ لو سمحت بس دي استفسر منك شغلة صغيرة بموضوع الرقابة على الصرافين. هو التعميم تبع مصرف لبنان اللي بتعلق بالمنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة بيلزم الصرافين بسعر المنصة أو لا هو السعر حر البيع والشراء اللي بيبيعوه وبيشتروا فيه؟ هو السوق يعني اللي عم بيحدد هذا الوضع. بس هو اشتراكهم بصيرفي مش ليعتمدوا سعر صيرفي يفترض؟ لا هلا هو يعني عم نشوف العمليات اللي عم تصير. اوكي. اللي هي بتحددها السوق بس. أوكي. في عدة عمليات بناخذ يعني هيدا اللي عم يعمل الاحصائيات هو مصرف لبنان مش لجنة الرقابة. يعني اذا انا فتت اشتريت $100 او بعته $100 لازم يسجل انه فلان لفلان اشترى مني او بعت مش هيك؟ لازم يكون بالصيرفة حسب ما عامل التعميم انه اي واحد بيبيع وبيشتري انه دخلها على الصيرفة. ايه بس في صرافين الشرعيين المرخصين. اوكي. في بعيد الشعب اللبناني اللي هو صار بيشتغل شغلته هو الصيرفة. ما اختلفنا. هيدي مسؤولية الاجهزة الامنية اللي عم يشتغل سوق سوداء لحاله ومش مرخص لازم الاجهزة تضبه يعني يعملوا شغلهم القضاء والاجهزة الامنية. بس انا عم اقول انتو كلجنة رقابة في صرافين مرخصين عم تراقبوهم يعني يعني ما عندي اللي عم تحكيه انت ما عندي انا جواب لعلك بهذا الوقت. ما في جواب بهذا الوقت. طب يعني اليوم اذا انا بدي اخد يعني يوم اذا باخد طريق من هون للجنوب بدي امشي كل اللي بديهم على الشارع. ما شو بدي انا شو بدي باللي بالشارع؟ في صرافين في محلات صيرفي مش هني اللي خاضع اللي على الشارع. انتم ما خلقكم فيه. اذا واحد واقف تحت البنايه وعم يبيع سوق السوداء هو اساسه مخالف. بس نحن في حدا مرخص وشرعي وفي تعميم والواضح ما في ولا اي اجراء بحقهم. لا في مجموعه كبيره يعني يعني عم بنشغل عليها بس انا مني يعني في موقع انه اوكي. طب هلا الصراف اللي مخالف يعني هلا اللي بنقدر نثبت انه مخالف هيدي الشروط والمعايير اقله هيدا التعميم الملزم تبع مصرف لبنان شو لازم الاجراءات اللي تؤخذ بحقه من قبل هيئه الرقابه؟ هذا الموضوع يعني في احنا عندنا اجراءاتنا هلا ما يعني انت عم تعمل معادلة ولا بس عم تزرني أسألي بس لا انه عم جرب بس عم باخد توضيحات على اشي عملها لانه نحنا موثقين عم لك نحو 40 صراف بهاليومين كلهم مخالفين كل الشروط. في عنا حلقة عبكرة عم نشوف بس انتو شو مش يعني عم ناخد توضيح من لجنة الرقابة المعنية لمصرف لبنان بتعميمه نفسه بيقول الصلاحية الى لمراقبتهم. طيب ما انا بس توضيح يعني الناس تعرف شو يعني شو اللي عم يصير شو اللي عم تعملوه. نحن عنا مراقبين بينزلوا على شركات الصيرفي. اوكي. بشكل دائم. لكن اذا عندك 4 صرافين ما في عندك صراف قاعد بقلب شركة الصيرفي عم يتبع كل عملية بعمليتها. اذا انا جهاز امني بحط كاميرا وبوصلها بشبكة رئيسية وبصير قاعد كل واحد شو وين بيروح وين بيجي. بس هذا ما عم بصير. اوكي. بس هو الرقابة تتم عبر كاميرا يعني بالحسابات انتو حجم التداول يعني اذا انت بدك
بتقول انه والله في اثنين ثلاثه خالف وهو يعمل لك القانون بيقول لك هيك. هلا انا مني موجود بكل مركز صيرفي عم تابع كل عمليه. اوكي. بيجي واحد بفوت ما بسجل على الصيرفي. بس يعني مش انه عم نحكي في واحد مخالف اثنين، انا اللي عم اقوله كل محلات الصيرفي المرخصه بلبنان عم يشتغلوا سوق سوداء. اوكي، وصلت الرساله، شكرا. لا تعليق؟ مش راح أقول لك يعني ما في. إيه بس بالقانون أنتوا شو الإجراءات اللي بتاخدوها بهالحالة؟ خلاص قلي بكرة وتعال عندي بحكي أنا وياك. فينا نطلعك معنا بمقابلة على بكرة بعيدا عن هذا الاتصال اللي بيناتنا يعني توضحهم على الهواء بعد ما تحضر الفيديوهات. صار من لما تعينت بلجنة الرقابة ما عادش طلعت مقابلات. أوكي. طب هو مين رئيس اللجنة اللي نجرب ناخد منه؟ فيك تبعت لي رقمه للرئيسي لو سمحت؟ أكيد. على مية دبا هي الرئيسة. مية دبا فيك تبعت لي رقمها لو سمحت؟ بدي عزبك. ما معك والله ما معك. ما عندك رقمها لو ما تتواصلوا مع بعض؟ لا بحكي معه أنا على التليفون العادي. على الداخل. أوكي. أوكي أوكي طيب شكرا لك. شكرا على توضيحك. شكرا شكرا شكرا. أدي واضح إنه السؤال مش خاطر على بينه، أنا ما بدي لومه، يعني هو آخر شيء عضو بلجنة الرقابة على المصارف. هي خمس، خلينا كمان لأنه بس ذكرناه له، خلينا نذكر الخمس أعضاء يعني نقول لهم هاي يعني نسلم عليهم ولو إنه حلقة مثل هاي ما نذكرهم. رئيسة الهيئة السيدي مايا الدباغ، سيد عادل دريك عضوا، كامل وزني اللي حكينا معه عضو كمان، سيد جوزيف حداد ومروان مخايل. أوكي. طيب. بس انه واضح انه السؤال يعني مش خاطر، مش ببالهم يراقبوا مش يعني لا مش خاطر عباله يعني واضح انت وعم تحكي انت وياه شغله مش هلا ما بعرف اني يمكن انه هو صرافين ما لهم علاقه بالمصارف ما بعرف بس انه لا الاجهزه الامنيه لها علاقه. اقول لك خيي هلا مع العلم انه انا بعرف انه موضوع سعر الصرف يعني مش هيدا هو العامل الوحيد يلي عم يخليه يطلع وينزل، بس يا خيي على الاقل اضحكوا علينا، كذبوا علينا يا اخي، كذبوا علينا وفرجونا انه انتم عم تحاولوا يعني تمارسوا دوركم كدوله للجم سعر صرف، لا قدرانين تسيطروا على سوق السوداء اللي هن الناس اللي مش صرافين معتمدين، والصرافين المعتمدين فاتحين اهو على حسابهم فاتحين ولا كانه في دوله، يعني لا لجهه تسجيل العمليات ولا لجهه تسجيل الهويات العالم اللي بفوت لعندهم وبتطلع. شو بتشتغلوا انتم؟ يعني قصدي اذا هيك شغلة على هل قدر من الاهمية وبكن تقنعونا انه انتو عم تبذلوا مجهود وما بسمعش غير وزير بيخلع تصريح من هون اجتماعات تصريح ورا تصريح كل واحد تربطوا حالكم في انه الدولار خلص من المرة الجاي الدولار رح يكون بلش الرئيس بري وقت ما قال 3200 حيوصل ل 32000 بيرجع وزير الاقتصاد من كم فترة لا هدفنا يا خي ما هو عال بتضخ دولار انت لتجرب تركلج السوق بس ما هاد ضخ بده يتوازى مع شيء بده يتوازى مع انه اذا على القليل هول الصرافين اللي هني معتمدين يكون عندك تسكر الحنفيات اذا 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 في بعدين لما تضخوا دولار فرجوني شو خطة تعيدكم لتقدروا تحددوا المحلات يلي واحد بيقدر يشتري ويبيع منها على اساس سعر الصيرفة العظيم اللي انتو عملتوه بعدين ميو خيي بس سؤال يعني هذه فرصة لنفتح المحل الثاني انه ساعة بيجي بيقولك بدنا نسكر الـ 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 الانترنت ساعة بيقولك خيي ليش عالم بدها تدق انا على الهواء يعني ما عم بفهم يعني بدهم يا الصرافين السوق السوداء بدهم يدلوا بدلهم بعدين مش نحن وعلى الهواء هذا ما صار صراف سوق سوداء هو بده يعمل مداخلة مهم اذا نحن اللي عم نقوله هون لا اكيد لا بدك تسكر انترنت ولا بدك تعمل لا في اجراءات بس في اجراءات فيك تاخذها في رياض هلا يعتبروا موقع شين ميم لام يا اخي شين ميم لام مثلا للموقع اللي كان عم يحط بروكسي بس تفوت عليه بس انه يعني عم تفوت عليه في بي ام بس انه انت موقع بحكم قضائي وقفت تدخل عليه من لبنان لحتى ما تطلع على الشركات للسياسيين والمحامين وقت نائب المحامين السابق اللي رفع الدعوه بتقوم الدوله بقرار قضائي بتوقفه
هيدا الويب سايت اذا بنشوف من عند رياض الويب سايت يعني في ويب سايت غير الابلكيشن. هلا حنحكي بالابلكيشن وامكانيه توقيفها. توقيفها ولكن الويب سايت بتوقف بس بتبعتوا لاجار وتحكوا عماد كريديه بس انه هالويب سايت وقفوا. وفي صفحه لهم على تويتر وصفحه على الفيسبوك انه هول اقلوا. عم اقول اذا دوله عم تجري مكافحه جريمه المعلوماتيه بيقدر يتواصل مع ناشطين بس عندهم اصلا مفروض يكون عندهم ناس متخصصة تلاحق هاي الصفحات. لا وعندهم كونتاكت مباشر مع فيسبوك مشان يلاحقوا قضايا معينة. فيسبوك وتويتر وحتى جوجل وأبل دولة مش قادرة تواصل معهم. يعني انت في شيء هالقد مريب بتعاطي الأجهزة والدولة. يعني حتى وزارة الداخلية وزارة العدل النيابة العامة التمييزية سمعنا من فترة قال بعتت للدول اللي لقطوا فيها شخص فاتح اي بي من عندهم ليلاحقوه. شو خيال انت بك تحكي مع جوجل يوقف الابليكيشن او تطلع قرار قضائي تبلغ فيه جوجل تحكيهم قديش هيدا عم ياثر. خلينا نشوف معنا مين. معنا على الهواء رولان ابو ناجم. السيد رولان ابو ناجم اللي هو يعني خبير معلوماتي وفي مجال الامن السيبراني. معنا سيد رولان. مساء الخير استاذ رياض. مساء النور يا هلا رونالد. قديش في امكانيه للدوله لتقدر يعني تسكر هالحنفيات خلينا نسميها من دون ما نسكر الانترنت مثل ما اقترح احدهم؟ اكيد اول شيء خلينا نبلش اذا بدك من الناحيه التقنيه شو بيقدر ينعمل والاهم الطريقه اللي بتقدر تعملها على جوجل وعلى ابل. هنا اذا بدك شركتين اكبر شركتين بالعالم اللي بيطلعوا عليهم تطبيقات تبع الهواتف الذكيه. هول المحلين في عندهم محل تو كليم اذا في عندك تطبيقات مفروض ينشاله لعدة أسباب، لا يمكن أسباب إباحية، أسباب العلاقة بالأطفال أو هذا من المواضيع. والمفارقة أنه أوريدي على أبل هن بالمحل اللي بيستقبلوا فيه الدعاوى من وراء موضوع الترانسبيرنسي أو الشفافية الموجودة عن شركة أبل مجبورة تخبر كل العالم أنه إذا في حكومات معينة طلبت قدمت طلبات لإيقاف تطبيقات معينة أو لا، بغض النظر إذا توقفت هذه التطبيقات ولا لا. بقلب هذا الموضوع بفرجونا أنه بشركة أبل بال 2019 الدولة اللبنانية قدمت طلب وقف التطبيق ووافقت عليه شركة أبل لإيقاف هذا التطبيق وتم إيقافه بوقتها. فإذا أنت بتتبع إذا بدك الطرق القانونية التقنية بهذا الموضوع، التقنية اللي هي حسب ما هني جوجل قوانين تبعولهم وأبل قوانين تبعولهم تتعمل كليم على تطبيق معين، ممكن هني يقبلوا لك إياه ممكن لا. بس الواضح أنه ما في ولا أي إجراء حاليا بهذا الموضوع بيظهر أنه الدولة اللبنانية جذبت تخاطب أبل أو جوجل بالأطر القانونية التقنية تجرب محل معين توقف التطبيقات. هو أنا يعني قريت لمقال الزميلي روان بوخزام عم تقول فيه بأنه قال الدولة تواصلت مع يعني بحسب شو اللي وقع عباس إبراهيم أو مش عارف شو قال الدولة تواصل موان يعني مثل ما عم تحكي أنت إجراءات التواصل بتكون واضحة مفروض يكون معهم عندهم مكاتب متخصصة معنية بالتواصل مع فيسبوك أو جوجل لمعالجة هالمسائل. في منها أشياء تتصل بالإرهاب صحح لي إذا عم بحكي غلط ولا لا؟ لا لا صحيح 100%. وحتى بجي أبلغ في روابط إلكترونية أوريدي لما تواصل معي أستاذ هادي بعطل لي هون بعطل له رابط أو جوجل ورابط تبع الأبل يلي بقلبه أنت إذا بدك تعمل كليم في عندك ويزرد معين بروسس معين بتقدم هيدا الطلب وبيطلبوا منك شو الوراء شو الليجل دوكيمنت شو القرار القضائي and so on. بس هون بدنا نعرف شغلة، أنت لما بتقدم طلب لجوجل ولا لأبل مش بالضرورة هن بطبيعة الحال يقبلوا هذا الطلب. وهون في نقطة كده أساسية وهيدي إذا بدك اللي كل العالم ضايع فيها، هول المنصات منهم مدعيين انه هن منصات رسميه ولا بيقولوا انه نحن منصات رسميه. فكل من هيك انت اذا بدك ترفع شكوى عليهم هن نحن ما لنا منصه رسميه، نحن منصه عم نحط ارقام عم نحط تداول. هلا ليه انت عم تعتمدها وتعتبر انه هيدي منصه رسميه هذا صار موضوع ثاني. يعني هذا اذا بدك على فيسبوك رعاتي متى كثير بسيط كل العالم تعرفه. اذا انا عندي صفحه مثلا لرياض قبيسي، اذا انت رياض قبيسي وانا طلع صفحه ثانيه برياض قبيسي فيك تعمل كليم توقف الصفحه تبعي. صحيح. بس اذا انا عامل صفحه اسمها رياض قبيسي فان كلوب او الصفحه غير الرسميه لرياض قبيسي او محبي رياض قبيسي ما فيك توقفها لانه انا ماني مدعي انه انا صفحه رسميه. فكمان هون نفس الموضوع. والمفارقه كمان في نقطه كمان كثير مهمه، تطبيقات مش بس موجودين على اب ستور او على جوجل بلاي او غيرهم، عم نشوف على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، عم نشوف على تليجرام كل العالم بفوتو كل واحد بيعطي السعر اللي بده اياه بلاقي لحدا ثاني وبيعطيه. فهول المواضيع اذا بدك مفتوحه على كل المجالات. يعني اذا المشكل الاساسي هون انه اذا قررت الدوله تتشكى على هذه التطبيقات تعمل كليم اللي هو بيقدر يعمله اي انسان بالمناسبه مش بس الدوله. طبعا الدوله بيكون عندها خدمات خاصه بتعملها او
اتصال مباشر عادة بيكون مع ناس معنيين بفيسبوك أو بجوجل، بس بشكل عام حتى لما بدهم يعملوا هذا الكلام بده يجوا يقولوا لهم ليكي طب ما هذا يعني التطبيق ما عم بيقول على أنه التطبيق الرسمي لسعر صرف الليرة، وبالتالي أنا على أي أساس بدي أحجب وفق أي معايير؟ يعني أنت ليش العالم أصلا عم بتصدق هذا التطبيق وما عم بتطبق تصدق التطبيق الرسمي؟ صح أم لا؟ 100% 100% 100%. والأهم بهذا الموضوع أنه بس تقدم الدولة اللبنانية طلب رسمي بغض النظر إذا قبل ولا لا، رح ينوضع على موقع شركة أبل هنا كل 6 أشهر بحطوا كل الطلبات تبعوا كل الحكومات بالعالم، وإذا الطلبات انقبلت ولا لا. فبعد لحديث هلأ ما في ولا أي طلب للدولة اللبنانية بهذا. أوكي، يعني حتى مش عم يجربوا، يعني هو مع العلم هاي المشكل أنه في دولة بعدها ما عم تجرب لحد هلأ تبعت طلب بس، يعني تحاول ولو محاولة لوقف هذه التطبيقات. بالنسبة للويب سايت، تقدر الدولة اللبنانية عبر أجيرو توقفه إذا أرادت؟ هلا هو موضوع المواقع الإلكترونية سهل كتير توقفهم، بس مثل ما قال الأستاذ رياض الأسهل أنه ترجع تعمل بايباس لهم. يعني كلنا بنعرف أنه أنت بس توقف كيف بيصير توقف موقع إلكتروني. الإنترنت بلبنان في عندك شيء بيسموه ريج أوف آي بي، يعني الآي بيات اللي بتبلش من 1 لمدري قد إيه، وكل العالم عم تاخذ إنترنت من أجيرو أكيد، كمان غير الإنترنت غير الشرائع اللي كل العالم عم ديه. فبيجوا بيقولوا انه كل العالم جايين من انترنت من لبنان من اي بي من لبنان، اذا بدها تروح على هذا الموقع اعمل له بلوك. بس كلنا بنعرف انه في عند كل العالم بلبنان عندها في بي ان، تفتح في بي ان وبيقدر يصير عنده اكسس على هذا الموقع. بس بعيدا انه اذا المواطن عنده في بي ان يقدر يفتح منه، بس هي كدوله ما بتكون وقفتهم مثل الشيء ميم لام يوقفهم. بس المواقع الالكترونيه اسهل شيء ايقافها، انت عم تعمل بلوك من هذا الانترنت من هذا الاي بي بهذه الدوله على هذا الموقع. وأصلاً في عدة مواقع أصلاً موقوفة بلبنان، مواقع إباحية وغيرها من مواقع تم إيقافها. طيب سيد رونالد، أنا بتشكر كتير على هذه المداخلة وهذه التوضيحات، شكراً كتير. يعني هذه أنا بحب كتير صرافين عم بيكون فتت على جروبات الصيلة في شغلنا، ما بعرف صرت التليفون انتلى، بس يعني اللي عم يتواصلوا معي يعني خلينا نقول خلاصة، لأنه أنا هلأ ما قدران إن عم يطلبوا يطلعوا على الهواء، ما بنقدر نطلقهم على الهواء، بركي بالحلقات اللي بنرجع بنعملها بمتابعات أكيد. أصلا هذا الهدف من طرح الموضوع حاليا، أنه نبلش نستقطب معلومات عن السوق السوداء ومين عم بيديره. بس بجميع الأحوال يعني لفتني شخص قال التالي، من أنه الدولة أكيد ما رح تتشكى لأنه بتكون عم تتشكى على حالها. فعلا، لأنه هذا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش واحد معقول يصدق تطبيق ما معروف مين وراه وما يصدق التطبيق الرسمي الصادر عن مصرف لبنان؟ إلا إذا كنا ما هاي الدولة فيها أرباب جماعة الدفترين، يعني مثل ما ضريبيا بيصرحوا بدفترين، كمان الليرة صار إلها أو الدولار صار إله دفترين. ما واضحة، يعني ما بدها كتير انه واحد يتعمق بالتحقيق الاستقصائي. واضح اولا يعني مشان ما حدا يقعد يقول هلا انه عم تعملوا لا نحن عم نفتح العين اكتشفتوا المي السخنة، لا احنا عارفين انه الدولار اللي بتحكم بسعره عوامل كتير تاني غير انه توقف تطبيق من هون او تروح عن صراف من هون. بس كمان في الحد الادنى، والحد الادنى بيتمثل من انه الدولة تفرض نفسها. اول شيء تفرجيني النوايا اللي عندها اياها، ان كان لجهة تقديم شكاوي ضد هذه التطبيقات، مش ان نسكر الانترنت ونخبر اللبنانية قصة ليلى والذئب، او نحمل جوجل المسؤولية أو نطلع نقول انه جوجل هو المسؤول عن اللي عم بيصير وانت اصلا ما جربت تعمل معه شيء. اثنان، من انك تتعامل مع الصرافين الرسميين على انه صرافين رسميين، بيبقى عندك سوق السوداء اللي بصير تتعامل معه مثل موضوع السلاح والمخدرات ولا لا؟ هيك هذا الحد الادنى لدولة عم بتجرب تواجه موضوع انه والله ليش في سعرين صرف للدولار بهالقد فرق، يعني بهلا مثلا 5000 ومين عم يلحق الثاني؟ المنصات اللي عم تلحق ولا منصه صايرفه هي عم صايرفه عم تنزل عال هن عم يطلعوا صايرفه، يعني مين عم يلحق الثاني؟ عموما هلا المفيد كان بطرح الموضوع قبل ما اعطيك كلام لك هذه، انه انا تليفوني امتلى اصلا، هذا الهدف كان افضل طرحنا الموضوع هلا وتبلش تعلنا وعندنا وقت، فقلنا حنعطل هلا على العيد، والعيد لانه جاي مصائب جمعه بجمعه، وبنرجع معنا وقت بكون عندنا مصادر كتير صرنا نحكي عن الموضوع. افضل رياض، افضل من وصف الدوله اللبنانيه واللي عم يصير فينا هلا هو الرئيس بري سنه ال 91. طبعا خلينا نتذكر ال 91، خلينا نسمع الرئيس بري شو وصف ونرجع نحكي عن وزير المال التابع للرئيس بري. بدك موضوع الدولار شو مختصر، ما في شيء عن القصة. صحيح فيه بقولك عن مؤامرة، مؤامرة طيب مين بده يصدق المؤامرة؟
بده يصدق المؤامرة هون ابن المروانية ولا ابن مين وانا بده يصدق انه ابن صغيرته مين بده يصدق المؤامرة؟ ليش بده يكون دوبل فيه؟ ومؤامرة ايمتى توقفت المؤامرة عن لبنان؟ كلام بالاختصار ميخائيل نعيمي له كلمة قالوا له للجبل ليش عالي؟ قالوا له انا اسألوا الوادي ليش واطي؟ قالوا له للجمال عن بيته من بني قال بصراحة شفيقة الشناعة. يعني لو في حكومة أو بمعنى آخر بدك شي مثل عامي هيك يعجبك قالوا له واحد ليش بطران؟ قال له مش ملي أحد يرد واحد عم يرد مين بده يرد؟ مين بده يرد؟ قل لي هيدي الحكومة بدها ترد عمين دولار عم يطلع كل يوم 50 ليرة 60 ليرة بتعرف لما بيتراجع شي 5 ليرات شو بكون عم يعمل؟ مش على ورعة مستحمى ملتز ما بتشوفش إلا تصريحات كل واحد بقوم بصالح بالدولار من هذا رئيس غرفة ال شو اسمه هذا رئيس جمعية المصارف انت قلت عنه ما جبت من رئيس جمعيه المصارف وصولا يعني بالاخر ما بتشوفش الا والله نزلت تصريحات كل العالم بتحكي لك بالدولار وبسعر الدولار وكذا ما حدا عم يتصدى لموضوع الدولار تركين وفلتين تركين التجار عم يشتغلوا فيه تركين الاموال انه ماشي بعد اضف الى ذلك ما بده يجينا انتاج حتى ندعم ليرتنا اللبنانيه عجبك يا ما حدا عم يشتغل للأجهزة أنا وراها مين وراها للأجهزة أنا وهادي عاملين أجهزة ونوعا منشغل العالم بقصص بقضايا بلا طعم لك من برمي برامة التاريخ يا رجل لك من برمي برامة التاريخ أنه لك يعني ما في داعي نقعد نستطرد كتير بحكي بشان هون في كتير صرافين عم بقولي انت عم تحط السوق السوداء بالصرافين صغار لا مش عم نحط السوق السوداء عرضنا انه حتى هو الصرافين هو الاقل واجب ينعمل هو الاقل واجب الدولة تكون فارضة عليهم كيف يشتغلوا مثل ما لازم موجودين في شركة رياض في شركات تحويل الاموال عم تتاجر بالدولار في شركات تتعاطى بهذا المجال هي اللي عم تضب فيه تجار كبار عم في مصرفيين يعني حتى في حكي بانه في يعني هلا ما عندي دليل بس من اللي عم يوصلني لانه هي هم تساشكت البلد كله بيشتغل صرافين ما بعرف بس مهم التليفون انت حينفجر الفكره بانه في ناس عم تقول بانه طب ما في صرافين عم يجيهم مصاري من مصرف لبنان لبناني ما هو وين بدي اجيب لك يصرف لك دولار عم يشتغلوا لصالح مصرف لبنان يعني ما بعرف لا ممكن يكون يعطينا ناس عم تبعت يعطينا يوم بلمهم من تاني ميلي وردي يعني انه اذا عمليا بتصير اذا بدك بس هو وزير المال اللي مشغول بالجمعيات الان جي اوز يعني قاعد بيشحد على البلد وعامل شغلته الجمعيات وزير المال ما بنعرف هلا شو بيعمل هذا التوقيع الثالث اللي طالب فيه الرئيس بري وتكمش فيه حضرة وزير المال هول الصرافين خاضعين لوزارة المال هو مؤسسات تجارية عنده في ضريبة على الأرباح وضريبة الدخل هول ما عم يصرحوا فعليا عن أرباحهم لما عم يكون فرق الصرف هالقد طب هول عم يصرحوا قديش عم يعملوا أرباح من عمليات الصرافة بتعرف أن رياض أنه مراقبين وزارة المال بيقدروا ينزلوا عند الصرافين ويطلعوا ويفتحوا صندوقهم ويعملوا كشف يعني في إجراءات يعني اعطونا وحده من هالصلاحيات مش هفرجيكم شو بنعمل يعني في اجراءات ممكن تتاخذ بالدوله اللبنانيه امبارح صار حادثه انه وقفوا كم صراف سوق سوداء بصيدا اليوم كانوا مسكرين كلهم يعني وهلا هن مسكرين بدهم حجه لانه في تعميم لمصرف لبنان فزعانين يبيعوا ويرجع ينزل الدولار بنفهم انه كيف بيلعبوا هالمطرح بس انه اقل واجب انه حدا من هالاجهزه الرقابيه الرئيس بري طالما انت شايف كانت انه الدوله تارك الوضع وما حدا عم بس تصاريح في وزير المال يحرك الجهات اللي عنده لجنه الرقابه على المصاري انه هني مش منتبهين وبدهم يحركوا منتبهين يعني بس بدهم هزه خيي بقوا في بدهم هزه بدهم يتحركوا يا هادي نضحك على بعض على كل هلا اليوم سمعنا كان في اجتماعات لرئيس الحكومه وحاكم مصرف لبنان وبعض الاجهزه الامنيه ان شاء الله ما تكون اجتماعات وانا بتمنى يعني الاجهزه كمان ما تقنع يعني الحكومه وغيرها انه ما بيقدروا يعملوا شيء مع هذه التطبيقات يعني لانه على طول بنسمع انه لا ما فيهم يشيلوها وما بيقدروا يوقفوها واصلا ما هي ما لها علاقه خي ما لها علاقه وقفوها انه ما لها علاقه الابلكيشن لك كيف كل البلد لحال الابلكيشن ماشي طيب انا هون لانه انتلى تليفوناتي من عند الصرافين مجددا قلنا احنا ما عم نقول انه هيدي ال100 دولار اللي بتنزل بتبدلها عند الصراف هي يلي بتتاثر بعمليات سعر الصرف احنا عم نقول هذا دليل من انه ما في نيه عند الدوله لضبط سعر صرف الدولار هلا شو هي الاسباب الحقيقيه اللي بتخلي سعر صرف الدولار يلعب هيكون عم تواصلوا معنا
كلكم رح نرجع نتواصل معكم ونحقق بالمزاعم اللي عم تقولوها، لانه انا ما بقدر طلع اي حدا ويطلع يحكي على التلفزيون ويقول كلام طالع نازل قبل ما اكون انا عم دقق وتحقق من هذا الموضوع. فكرمال هيك لكلكم يلي عم بتدقوا هلا رح نرجع من بعد الحلقه، هلا مش ضروري دغري بعد الحلقه عشان ما هذا، حنرجع نتواصل معكم ونشوف سوا كيف ممكن نتعاون. ما في مشكله، ما حدا عم بيقول عشان ما تعملوا علي حفله، ما حدا عم بيقول من انه هذا الصراف اللي فاتح هون والصراف اللي فاتح هونيك هو اللي عم بيخلي الدولار يشبق 3000 و4000. اكيد هذه عمليات مصرفية ضخمة، بس عدم وجود رقابة على هذا النوع من الصرافة الرسمية مفروض اللي مطالع فيها التعميم بيشير على انه الدولة ما عندها نية، ما عندها نية ابدا. ما شفنا لما حكينا مع عضو لجنة الرقابة على المصرف، الزلمة مش خاطر عباله الفكرة اساسا، لانه عارف بانه اللعب بمحل تاني واكبر من هيك بكتير. هلا نحن في مهلة لا بعد رأس السنة منكون شفنا الصرافين اللي عم يحكوك وبنرجع بنعمل جولة كمان بنشوف إذا تحسن شيء بالأداء تبع الدولة وإذا في إجراءات حتتاخد فعليا بالتزامن مع تعميم مصرف لبنان ولا لا. لا حينه لا بعد رأس السنة كمان. بركي كمان برد علينا رئيس الصرافين يلي ما نائب الصرافين لا نعرف شو هو وزير المال، يعني اللي مندق له ما بيرد، ارتاح لك من شيء جمعية شوي مع الوزير. بعيدا عن الصرافة نحن فتحنا جهاد العرب وداني خوري اعتقد البعض انه ممكن نوقف هون. فنوعدهم انه بعد راس السنه كمان للمتعهدين الكبار اللي عم يجيبوا شركات من برا من دول عربيه يلزموها لانه ما بيفوتوا باسمائهم وبيرفضوا مناقصه ب 3 مليون دولار بيرجعوا بياخذوها هي ذاتها 9 مليون دولار. اللي بيعرفوا تماما عن مين عم بحكي وشو عم بحكي، المشاهدين حتشوفوا كيف بيربح مناقصه متعهد ب 3.5 مليون دولار ما بيسلموا اياها بيرجعوا بعيدوها بيربحها 9 مليون دولار. هذا عندنا كثير اشياء بعد راس السنه طبعا نتابع بملف البواخر لانه نحن عملنا هدني فتره لنشوف شو بده يصير بالقضاء. بس لنشوف كمان وقتها هو قال حيوضح ويرد ما قال بس نخلص نحن تفريق خلصنا وينه. كمان موضوع في احد الوزراء يعني اللي حنتناوله مخالفاته حنعريه كليا وعنا الرقصه الاخيره الرقصه الاخيره كمان يعني فنانين وموضوع الفنانين عندنا كثير مواضيع عموما. طيب بعد الفاصل رح نكون مع فضيحة التسجيلات رئيس بلدية العقيب التي يتحدث فيها عن دفع رشاوي لضباط في قوى الامن الداخلي، والمواطن شرب البويري اللي قال بانه هو دفع له لرئيس بلدية العقيب 150,000 دولار هيداك بقول انه اعطاها للواء عثمان من اجل بناء او الحصول على رخصة خيمة.